فؤاد يوسف رئيس اللجنة التقنية بالجامعة الملكية المغربية للسباحة. عند السباحين ديالنا لينا خيارة وسامي بوطويل اللي غيشاركوا إن شاء الله في الألعاب الأولمبية في طوكيو اللي غتكون ما بين 25 و 8 25 يوليو 8 غشت. بالنسبة للسباحين ديالنا لينا غتشارك 200 متر سباحة حرة نهار إقصائيات نهار 26 يوليو، وسامي غيشارك في 100 متر سباحة حرة يوم 27 يوليو إن شاء الله الرحمن الرحيم. دونك تنتمناو أنهم يحققوا نتائج إيجابية. الاستعدادات ديالهم بدات هذه مدة لأن كانوا كيبحثوا على التأهيل ديالهم، دونك كنتمناو كما قلت يحققوا واحد النتيجة إيجابية، يحسنوا الأوقات ديالهم بالأخص ويحققوا لما لا أرقام قياسية اللي غتساعدهم في المستقبل، خاصة كما كنعرفوا أنهم مازالين شباب. بالنسبة للتجربة يعني بجوجهم كنظن أنه عندهم تجربة أن شاركوا في واحد المجموعة ديال التظاهرات الدولية بالإضافة للمسابقات اللي كانت سواء في فرنسا ولا بلجيكا اللي لهم بجوج في خلال هذه السنة، فشاركوا في بطولة في الألعاب الإفريقية الأخيرة، شاركوا بطولة العربية وحصلوا على ميداليات في الألعاب الإفريقية، كذلك حصل سامي على ميداليات. ما ننساوش أن سامي بوطويل كذلك كان تأهل النهاية في الألعاب الأولمبية للشباب الأخيرة اللي كانت في بوينوس آيرس في الأرجنتين، وكنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في المشاركة وفي المستقبل ديالهم ككل.